العادة السبعة من كتاب ستيفن كوفي للعادات السبع النافع الأكثر فعالية. العادة السبعة عادة عظيمة جدا وعادة ممتازة جدا، ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صديقي الجميل في قناة المعرفة أصل السعادة. يبقى أنت ركز معايا كده في العادة دي اللي هتظبط لك الدنيا كلها، هي الاتزان. كل جانب من حياتك بيكمل الجانب التاني، ولو أنت سبت جانب منهم هتتعب وهتقف. بيقول لك في قصه كده انك معدي على واحد بيقطع في نخله وانت بتشوفه، فبتقول له يعني اشرب لك شويه ميه كده او كل لقمه او ريح شويه، فيقول لك لا انا مكمل، انا خلاص. طب سن الفاز بتاعك، يقول لك لا انا مكمل خلاص، فيبدا يكمل بمجهود اقل فيتعب وانتاجيه اقل. فالعاده دي هتعرفك ازاي تنتج اكثر بمجهود اقل في وقت اسرع من غير ما تتعب. ركز معايا جدا ان جوانب حياتك مرتبطه باربع امور. اول حاجه الجانب البدني. الجانب البدني ده جانب مهم جدا. يعني ايه؟ يعني من الجانب البدني اللي انا عايز اوصله لك منظور ديني جميل، ان لنفسك عليك حق، وان لربك عليك حق، وان لضيفك عليك حق، وان لاهلك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حق. احنا قلنا هنتكلم منظور ديني، فالدين بتاعنا بيامرنا ان احنا نخلي بالنا من الجانب ده، ونخلي بالنا من إيه؟ ان لنفسك عليك حق. اكلك، خفف من السكريات وخفف من الزيوت وخفف من الاملاح. طبعا انا مش دارس في الاغذيه ولا حاجه، ولكن عايز اوصل لك معلومه ان انا تجربتي الشخصيه، والله انا كنت بشرب 6 معالق سكر، دلوقتي بشرب نص معلقه سكر على القهوه، وممكن ما اشربش سكر خالص. مع الوقت، مع الاستمرار بنظريه المزرعه، انا عامل لك قائمه تشغيل كده عشان تسمع الكتاب ده براحتك جدا، وتبقى عارف ان المنظورات الدينيه والكلام مع علم النفس هيفرق معاك جدا 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 في حياتك. تخيل كده مع نظريه المزرعه والاستمرار، هتتعود بعد ما كنت بتشرب مثلا يعني 6 معالق سكر، ممكن تشرب والله من غير معلقه وبرضه هتستطعم. ودايما تحط في اعتقادك ان جسمك ده، يعني انا كنت قرات حاجه جميله جدا بتقول ايه، يعني مفيش عربيه فراري بتحط لها جاز. يعني انت انسان محتاج تشتغل ومحتاج تتعلم ومحتاج تتقن، فكل ده محتاج منك تركيز ومحتاج منك فكر عالي. فانت ازاي هتاكل اكل مليان زيوت وهتشتغل ازاي؟ طب وهتتعلم ازاي؟ اكل مليان سكر، اكل مليان املاح، شرب الميه مهم جدا 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 جدا. الراجل طبعا محتاج 3 لتر ميه، والست محتاجه 2 لتر ميه. يعني تخيل كده ان في ناس يعني طول اليوم ممكن ما يشربش كوبايه ماء جدا. ربنا قال في القران وجعلنا من الماء كل شيء حي. فاشرب ميه كده وحاول تاكل اكل صحي، اكل صحي. طبعا اكيد هتيجي في مره تلخبط وهترجع تبهدل الدنيا كلنا كده يا صديقي والله، لكن والله والله لما تظبط الجانب دوت وتحاول تنام الاوقات اللي هي قبل الفجر، وتحاول تنام بعد الظهر في القيلوله كده، هتظبط حياتك. ولو ظبطت حياتك، لو ظبطت حياتك من الجانب البدني ده، هيفرق معاك جدا جدا جدا، لانك انت جسمك ده هو اللي هيحركك للجانب الثاني اللي هو الجانب العقلاني او الجانب العقلي. العقل السليم في الجسم السليم. يعني ايه العقل السليم؟ عشان تغذي عقلك كده وتغذي فكرك، بيقول لك ستيفن كوفي دايما تهتم بالتعلم. اقرأ وربك الأكرم. يعني ايه؟ اول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عقلك عشان تغذيه وتدربه لازم تقرأ ولازم تتعلم. فعقلك جانب عقلي، الجانب العقلي ده عايز يتغذى برضه، ليه حق عليك ان هو يتعلم. وربنا سبحانه وتعالى ميزنا عن انت عارف طبعا بالعقل، يعني ميزنا عن الحيوانات بالعقل. فالعقل ده عليه بالتعلم، عليه بالثقافه، خلي عقلك يبقى مثمر. فتخيل كده انت عقلك ده ما دخلتش فيه ولا معلومه من كام شهر، فكرك ما اتغيرش، هو فكرك من 10 سنين هو فكرك دلوقتي. محتاج تعيد حساباتك كده. يعني مثلا كده انا عايز اسالك سؤال كده وتجاوب في التعليق لو انت عارف. الحيوان اللي هو لا يبيض ولا يلد، يعني ايه ده؟ يعني ركز كده، شغل دماغك، الحاجات دي كلها بتضر دماغك. لذلك لما يعني سئل الاستاذ في رياضيات، يعني انت ليه بتعلموا الاولاد الرياضيات في الابتدائي وهي في الاعدادي وهي في الثانوي وهي في الجامعه وممكن في الدكتوراه؟ قال لهم هيتعلموها حتى في الدكتوراه وهيتعلموها في الماجستير، لان هو بيدربوا عقلهم على المنهج، ان هو يبقى واخد على المسائل دي، فالمسائل بالنسبه له ما تبقاش صعبه. درب عقلك، اتعلم، اقرا، تفكر، شوف، اقرأ وربك الأكرم. التعلم التعلم التعلم. يبقى الجانب ده مهم جدا، هو الجانب الايه الذي يهتم بالعقل. يعني عايزك كده، يعني تخيل كده لو هتتعلم قرآن بقى، يعني القرآن علم
وحاجه روحانيه كده في الجانب الروحاني اللي هناخده. يعني القران عظمه انك تتعلم كده وتقرا قران، عقلك بيبدا يشتغل بطريقه عظيمه جدا، والخليه عندك بتبدا تشتغل، ويعني بتستفيد في الجانب الديني مهم جدا، والجانب الروحاني اللي هو الجانب رقم 3. الجانب الروحاني ده من الجوانب العظيمه جدا اللي هو اللي يغطيها لك الصلاه. الصلاة مهمة جدا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا ستيفن كوفي ما قالش كده، ولكن أنا بقول لك الجانب ده جانب روحاني هو الصلاة. فيها قرآن وفيها ذكر وفيها خشوع وفيها تخليك كده توقف مخك خالص شغلك وتعليمك وكل حاجة وتبدأ تعيد حساباتك تاني. جانب روحاني لازم تصلي. والله والله ارجع كده للأقوال العلماء في ترك الصلاة مصيبة جدا. ارجع صلي ليك أنت والله لنفسك. مفيش حاجة انت بتعملها اصلا خير الا لنفسك. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، يعني لما بتحسن بتحسن لنفسك. فالجانب ده مهم جدا، لازم ترعى انك تصلي وتحافظ على الصلاة كده، تعمل لك وقت كده تقرأ فيه قرآن، تقفل فيه تليفونك وتقفل فيه كل حاجة. يعني انا اقعد دلوقتي يعني اتعلم حاجة، اقرأ قرآن، افسر آية، عايز اطلع من الدنيا شوية، شبعانين والله شبعانين من الدنيا. فاقعد كده مع ربنا سبحانه وتعالى ركعات قيام الليل، صلاة، قرآن، هتفرق معاك جدا 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 في حياتك. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومع نظرية المزرعة هتتعود على الصلاة والله، مع نظرية اما تداوم عليها هتتعود، الصلاة تعود. لما تداوم على حياتك مع ربنا والقرآن خلاص هتتعود. اوعى تكسر العادات ديت بانك تقعد فترة كده ما تقرأش او تقعد فترة ما تصليش، هتلاقي نفسك كسرت العادة وضيعت العادة. رابع جانب هو الجانب العاطفي. هو الجانب العاطفي يعني بيحثك على الحياة الاجتماعية، واحنا قلنا قال صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينفق له وينسى له في اثره فليصل رحمه. تخيل ان انت ربنا سبحانه وتعالى هيزودك في العمر بركه وهيزود لك رزقك بصله الرحم. فالجانب ده حاول تظبطه، حاول تظبط الجانب ده العائلي، واطيعوا الله واطيعوا الرسول. والله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. والوالدين احسانا، يعني انك تكون كده مع الوالدين وانك تديهم وقت كده وتفرق معاك جدا في حياتك. ستوب شويه، وقف الدنيا شويه، وقف الدنيا، لانك هتيجي والله في وقت من الاوقات هتندم على كل حاجه، تقول يا ريتني، طب انا هرجع ادي الناس دي وقت. خلاص حط في اعتقادك انك معاك في الاسبوع حوالي 168 ساعه، هتعمل فيهم ايه؟ ده عمرك اللي انت هتتسال عنه، هتعمل فيه ايه؟ خلي عندك جانب اتزان. فالجانب الاولاني مهم جدا، الجانب البدني، الجانب الثاني مهم جدا جدا، الجانب اللي هو يخص العقل، الجانب الثالث مهم جدا 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 اللي انت تسال عليه في قبرك، وهتسال عليه اول حاجه تتسال عنها الصلاه، الجانب اللي هو الروحاني اللي خاص بالصلاه وخاص بالقران. جانب عظيم. الجانب الرابع الجانب العاطفي، حياتك مع اهلك، حياتك مع الناس المقربين. ولما ترجع للفيديوهات السابقه لما تيجي تشوف تقول ما تضيعش وتدمر حياتك بتحقيق اهدافك. انا ماشي في قدامي، طب زي الراجل بتاع الشجره اللي كان بيقطعها، ايه اللي حصل؟ ماشي، طب اقف شويه، يعني غير، جدد نشاطاتك يا اخي، ان لنفسك عليك حق. مفيش، انا ماشي خلاص، امشي، مش هتحقق اللي انت عايزه، ولو حققته هتحققه بعد تعب وعناء شديد جدا جدا جدا، لانك عملت ايه؟ عملت حاله من التيبس. لذلك لما تلاقي واحد كده في ملتزم في اول حياته، فهو ملتزم، فتلاقيه بعد بقى عن الرياضه وبعد عن وبعد عن الاهل وبعد عن الناس كلها، ففجاه تلاقيه رجع وانتكس. ليه؟ لانه هو جاي منين؟ جاي من اللي عامل زي واحد كان قاعد في تكييف فخرج في الحر، فجاه كده اتصدم، ما عملش ايه؟ ما عملش حاله من التدريج، لا هو خلاص خرج من هنا، فبرضه بيبقى عايز يرجع تاني، ده في تكييف جوه، يعني في تكييف عايز يرجع. فهي دي المشكله اللي بتحصل معانا. فلازم يبقى في اتزان في حياتك، اتزان، واضبط امورك. واحنا قلنا لازم تخطط، انا هروح الحته الفلانيه وهعمل كذا وهعمل كذا، هعمل ايه؟ وليه؟ وامتى؟ مهمه جدا جدا جدا، هعمل ايه؟ وليه؟ وامتى؟ لو انا مثلا يعني نفترض انت تلعب رياضه، هعمل ايه؟ رياضه ليه؟ ليها تجديد نشاطي، توسيع الشرايين، المفروض ان انا اكون اجي احرك القلب كده 3 ساعات في الاسبوع، نقص الكوليسترول في الدم، كلام كتير جدا. طب وايه تاني؟ واللي انا اعملها يعني ايه؟ امتى؟ الساعه كام؟
هتفرق معاك جدا والله في اي حاجه بقى، اضبط دي معاك واضبط حياتك، هتلاقي حياتك انضبطت بنظريه المزرعه اللي احنا قلنا عليها في الاول، وبمنظورك الفكري. غير منظورتك الفكريه، تقول ايه؟ انا ما عنديش وقت. والله دائما عندنا اوقات، دائما كلنا عندنا اوقات، ولكن مشكلتنا ان احنا بندعي اللي ما عندناش اوقات في الحاجات المهمه. صلاه اصل وقتي كان ضيق، رياضه اصل وقتي كان ضيق، طب اقرا 5 صفحات في القران او في اي كتاب، اصل وقتي كان ضيق. فتبدا ماشي، فتبدا تقع، فلما تقع تقول هي ايه المشكله؟ المشكله من نفسك. تعود وعود نفسك ان انت الحاجه اللي هتمشي عليها وتقررها وتخليها عاده جواك هتعملها وانت مش داري. لو متعود تصحى من النوم تشرب ميه علشان الميه هتجدد لك نشاطك، هتشرب ميه. لو متعود تصحى من النوم وانت بتشرب مثلا يعني قهوه، هتشرب قهوه. لو متعود انك بتشرب دخان واي حاجه، هتشرب دخان. لكن الفرق ان في حاجات هترضي ربنا سبحانه وتعالى وفي حاجات مش هترضي ربنا سبحانه وتعالى. افهم مني، لان انا بحبك في الله وقلت لك كذا مره ان المعلومات دي كلها متبلوره كده ليك انت علشان تقعد تتفكر مع نفسك، انا مقصر في اي جانب في حياتي؟ الجانب البدني انا مقصر فيه ولا مش مقصر؟ طب انا كويس فيه وبهتم بالاكل والشرب وبهتم بالرياضه وكذا. انا لو ما بعملش كده انا مش هقول لك اصلا. الجانب الثاني، انا بتعلم حاجه؟ يعني انا بعيش كده بتعلم حاجه ولا انا من 10 سنين زي النهارده؟ اسال نفسك ودور فكر، هل انا من 10 سنين افكاري زي دلوقتي؟ يبقى انا ما اتغيرتش خالص وما اتعلمتش حاجه. في الجانب الديني، هل انا بقرا قران، بصلي، بقعد مع ربنا شويه؟ محتاج اقعد مع ربنا. هل بعمل كده؟ محتاج افكر. الجانب الاهل، هل انا في حياتي مع اهلي، مع ابويا وامي واهلي، هل في وقت كده بقضيه معاهم ولا انا ماشي في الدنيا خالص عمالي ماشي في الدنيا واي حاجه اعملها بنيه؟ انا قلت لك قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. خدها بمنظور ديني كده، انك اي حاجة هتعملها انا هلعب رياضة علشان اقدر اصلي واقدر اتعلم واقدر اشتغل واقدر كذا كذا. خدها من منظور ديني، والله ستؤجر من الله سبحانه وتعالى، انا لا نضيع اجر من احسن عمل. رتب امورك ورتب اولوياتك. وفي اخر الفيديو، الفيديو ده لو عجبك اكتب لي رأيك في تعليق، ولو الفيديو ده يعني حسيت ان هو ممكن يفيد حد او ينفع حد خد ادهوله، ودايما اعرف الدال على خيرك فعل. طبعا لو حملت لايك للفيديو ولا اي حاجة، كل ده في ميزان حسناتك ان شاء الله. واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى دائما يساعد العبد الذي يساعد نفسه. احفظ الجملة دي وهبدأ اكررها لك تاني، ربنا مش هيساعد حد الا لما يبدأ يساعد نفسه. خد الخطوة، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فكر في كلامي، فكر في كلامي، انا بحبكم في الله جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.